بدا في سبيرميكس نحكي على مقابلات البطولة اليوم، مجموعة من المقابلات المهمة، لكن قبل هذا باش نبداو بنحكي على مقابلة الترجي الرياضي التونسي ونجم المتلوي في المتلوي. اخبار يجي توا، قائمة المنتخب الجزائري هبطت منذ قليل، توقعنا الحق وجود فيها يوسف البلايلي احمد الصالحي، مفماش يوسف، فقط توغاي موجودة في القائمة نتاع المنتخب الجزائري. هذا اللي كنا نحكيه فيه بكري، خاطر اليوسف اللي قبله الملاعبيه اللي قبله العيطله في فرد بوست خير من جاهزين اكثر من البلايلي. بلايلي صراحه مازال ما عندوش لو نيفو انترناسيونال، مازال فيزيك ما ماهوش او بوان، مازال ما حضرش معناتها بدنيا، لكن البلايلي لو يكون جاهز بدنيا 100% ينجم يلعب في اي منتخب في العالم، مش حتى كان المنتخب الجزائري في العالم. البلايلي عنده دي كاليتي انورم، من امهر الملاعبيه في العالم. مش مبالغ فيها، البلايلي لو معناتها ترجع به السنوات التالي كان ينجم يكون يعمل كارير ما احسن من هكا 100 مره، كان ينجم يلعب في احسن ليكيبات الاوروبيه، لكن المشكل ما عرفش يجاري الكارير نتاعو للاسف، لخاطر عنده دي كاليتي دي زونترنور بحذايا ولاعبين برشا كوره يعرف شو اللي تريب. قوية في الديمات الاخرانيين ينجم يعمل لك ترى من اقوى اللاعبين في العالم. كيما الجوارات هذاك، جوارات يبدلوا لك ماتش كامل، دي جوار دوي عنده دي كاليتي تكنيك اندفيدويال كبيره برشا، لكن الاشكال وين؟ المخ ما يمشيش ما يتبعش مع الكاليتي انديفيديوال نتاعو، حاجه كبيره في الكوره. ما نساوش مالغري لي كاليتي نتاعو ما نجم حتى حد يشكك فيها بليلي، لكن لازم نكونوا واقعين شويه. راهو بليلي اللي احنا ليماج نتاعو اللي عندنا نتاع 2018 2019 ايلي تي اكسيلون، فهمني؟ توا اوني اون 2024 شفناه مع الجمعيات الصغيره الكل كان اكسيلون. لو جور اللي لعب ماتش كاسح شويه ضد ستاتونيزيان وعملوا له ماركاج براتيكمون ما شفناهش البلايلي، ما نجمش يخرج من الماركاج ويعطي اللي يضاف للترجي الرياضي، فهمني؟ دونك فو اتوندر، لازم تشوفوا راهو مدرب منتخب فيزيكمون، لازم يحضر فيزيكمون سي واجد، انت مدرب وتعرف داكورد افي دي اخويا واجد افي دي ديجا تشوفوا ثم بوا راهو زايد ما تحكي لي حتى حكايه بوا ظاهر واضح فهمت ايه اكيد اكيد ثم نقائص كبيره وحاجه اخرى زاده يسمك انت كمدرب تحطه في الريجيستر وتعاونه في الريجيستر باش هو ينجح استريز ابورتون هو يعاون فيه ويعبط له في البلاي في دربالي سبيسيال موف مكلف بانه يعمل كوفرتور هو هو الدربالي زاد ما نظلموش تعرف الدربالي من اكثر من لاعبيه المظلومين في الترجي الرياضي التونسي لانه يخرجوا من الرونه نتاعو ويقول له انت معناتها التعليمات صار ما يقول له انت ما تعمل شيء كوفريري كوفري بلاص البلايلي فهمنا سور البلان ديفونسيف انا نحكي لك الكره الديفونسيف بركه البلايلي مو الاوفونسيف باش تحط له فان سونتر باش يجي تركز عليه ويخدم تحط له ان بيفو ان ميليو اوفونسيف باش يتركز عليه ويخدم مش لو بلان ديفونسيف برك حتى سو بلان اوفونسيف يلزم تحط له الاليات وفي لي زونترمون هذا تخدمه ما تعملش عليه هو زاد لا تخدمه لا مو عندنا الضفه الغربيه والضفه الشرقيه نحن المشكل اللي عندنا كان قويه الشيره هذيا راهي ضعيفه هذيك الله يسم لهنا توازن ما بين الجهه اليمنى وجهه اليسرى فهمت ولا خليني نخبرك انا حكيت على السيد علي من قبل وحكينا فيه الموضوع قلت لهم البلايلي مازال ميزان نتاعو زايد وقلت في الريكوبيراسيون الطفل ما يرجعش يفوت السونتر واليوم معناتها في الاسبيرونس سيرتو بن حميد هكا شفنا نحن قوه ضعف واللي ريتو في ستاتونيزيان كان لعبت لها بلوك طايح شويه ومير كانزاري ما خليش ليسباس للبلايلي خاطر البلايلي اليوم وانا كديفونسور نعرف جوار تكنيك يتخلي له ليسباس راو يهرب بيك ما تنجمش لا بروف مير عرف كيف ياخو البلايلي وشوف انت ديما في ترانزيسيون معناتها باش تلعب في الاستاد رونفيرسمون ديما يصير على بن حميده ولا بروف زوز بونتويت جاو مشيت بن حميده في الريكوبيراسيون البلايلي ما ترجعش ممكن مع فرق ضعيفه تنجم تلعب بن حميده سيرتو اوفونسيف يلعب والبلايلي خاطر ديما الكره عندك اليوم كي تلعب كونتر الاهلي ولا سان داونز في الريكوبيراسيون لازم البلايلي اللي تقول لي للدربالي حتى شيء البلايلي لازم يكون راس سونتر معروف هذايا لازمك ديما ترجع وقلتها البلايلي ككاليتي تكنيك صحيح على حسب الليست وانا قلتها البلايلي انا نقول لك على المخاخ معناتها اليوم حتى في الاوروب في ليكيب ناسيونالات الكل البلايلي انتهى في المنتخب الجزائري كان يوسف يلعبوه البلايلي عيطوا له كونفيكاسيون انا قلت الداخليه نتاعهم اسمعني انا نسكت اطفال ايش كلمك اسمعني كان عندي ملاعب سيدي خلي يكمل خلي يكمل انا هاني قلت لكم وعلى لساني وهاني قلت لكم وعلى لساني
اليوم كم لاعب كيما قلت لك كاليتي تكنيك 33 سنه ما نعرفش لونترينور شنو البروجي سبورتيف اللي تخمم فيه الجزائر تحب تلعب الشبان اليوم يقول لك حتى البنيلي كان جيت تسمعني في البوم اخير ما يفلتوها الصياده في بالك المولديه راهي عندها الفلوس وراهي خليته احنا ما نعرفوش خير متزيريه انت لا بروف تروح سليمان ما حبش ما خلاتوش المولديه ما خلاتوش اسمعني احنا راهو ما قلتش كلام غلط لا 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 المولديه ما خلاتوش لا لا ايش اكلمك هو حب يقعد في الملعب ندخل في حاجه انا اقول لك مال اخويا من منبري الخاص البليلي انتهى مع المنتخب الجزائري يا وديتي لونترنور اول حاجه بالنسبه لي انا البليلي ستافالورسير ومازال ينجم يعطي المنتخب اللي يعطي للترجي وكي يعطي للترجي يرجع المنتخب وهذا امور على مروان تكلمت عاد خليك خلينا نتكلم يا مروان عاد شولتي خذي انت خذيت بايك خلينا اخو باي انا كان نقعد لهنا ساعتين نتكلم ما ناخذش بايك نتاع ساعه واحده لا انا نحبه والله نحبه اما انا ينقص شويه على الترجي برك ياسر كثر شوف هذه اول حاجه امور داخليه نقولوا انا احنا اللي يهمنا هو الترجي الرياضي التونسي انا قلت مره ما نعرفش فين تلفزه ولا في اذا قلت الريكروتمونات نتاع الترجي مش في حجم كاس افريقيا برشا ناس تغشت عليه الماركاتو هذا اي الماركاتو هذا مش في حجمنا كاس افريقيا في حجم منتخب تونس خاطر شوف باش تعمل جمعيه اكبر حاجه مهمه جدا هو لسيريلا تيرو في الكره العصريه مهم 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 جدا وقت انت عندك بوشنيبه عنده دي كاليتي ديفونسيف ياسر واحده لكن سور البلان اوفنسيف ني با اوسي افيكاس نفس الشيء بالنسبه للي صار انا بن محمد ما شفتوش مليح الطرف اللي شفته راه مازال تايه سور البلان اتليتيكي فيزيك الحقيقه الاخر بقلبه كل شيء لكن برشا نقد عليه الوليد ما خلاهوش اللي هو بيده ذول اللي اموره ما تعجبش بن حميده رغم الاجتهاد ورغم مسكين الكاليتي اللي حط فيها والسيري والديسبلين لكن سي با الكاليتي نتاع انترناسيونال وكي تلعب الكوب دافريك راك باش تلعب ضد مصر الاهلي راهي كيب ناسيونال سانداوس كيب ناسيونال نتاع افريك دو سود هذاك علاش قلت راود الريكروتمون ما كانوش في حجم تاع كوب دافريك واضح شوف بن حميده ما يش غلطه هو راه معناها هو انه موجود تيتولير في اسبيرانس مش غلطه انا راه غلطه استراتيجية كاملة نتاع الترجي الرياضي في الانتدابات خلي نسألك انا بعد نعطيك تعلق اليوم خلينا نحكي شويه حلو حتى قوس مقابلات اليوم كانه طورنا شويه بعيد عن المقابلات اليوم فما تغييرات يبدو ان باش تكون في تشكيل الترجي ضد المتلوي نعطيكم حتى التشكيله المحتمله باش يكون فيها مميش مرياح توغايب محمد بوشنيبه بن محمد باش يكون اساسي من المتوقع عزوني باش يدخل اساسي ايضا هو وكوناتي في المقابل باهولو باش يكون على بنك البدلاء ومعاه متقا في الوسط بلايلي كادا وكذا لك ينساس في الخط الأمامي فما كاينوا تغييرات شوية باش تكون في الفريق أظن أنه كاردوزو بدأ يرخ لأنه كثر الضرب عليه وتمت المجاملة متاعه معناها لمدة طويلة جدا وتوا بدأ يرجع شوية لرشده ملاعبي كما كاد يزمو يعطيه فرصة لأنه لعب ضد الملعب التونسي وكان عنده دور كبير برشا وأنه الترجي الرياضي يرجع يعني في المباراة ويعدل وبسجل هدف يعني بتاع ملاعب عنده جرأة كبيرة برشا ولاعب شاب وعنده إمكانيات يزم ياخذ فرصته خاصة وأنه العبد اللي معناه ما قدمش المطلوب منه بعد ما تم يعني تثبيته في التشكيلة الأساسية بن حميدة قلت بن محمد باش ياخذ فرصته ضد بن حميدة زاد هذه أول مرة باش يحط بن حميدة معنا على البنك بن حميدة وصل الكابيتان في الترجي الرياضي ردوا بالكم فهمتي معناها ثم حاجات دي شوية كان متشبث بيهم كاردوزو فهمتني وهما ما كانوش ناجحين الترجي الرياضي احنا نحكي عن الانتدابات قبيله وكل شيء الترجي الرياضي راهو ما عندوش الريدروا وما عندوش الريدجوش سنين الله تو سنين الله راهو ما عندوش بوشنيبه دولي ولا في منتخب خاطر ما عليهش وعلاش دولي هذاك دولي اخي تبلاش نو اسلام دولي يا اخي بوشنيبه عادي ماهوش تاع الشامبيونز ليغ ولا واحد في الترجي راهو الترجي زعما قبل راهي 20 عام الترجي ولو ايه تو نصبر عليهم الصغار لا اسال فيك لا ايش نقول لك حاجه ملاعبي الترجي انت عملت انتدابات تو زد عليك انا احكي لك يقول لك تنجمش تلعب بكيب وتمشي لقدام وتعمل وتهز تيتروات وما عندكش الريدروا وري رجوش غوله يا خالي معلول علاش خذيته الاهلي فهمني تي ما بور سيت ريزون بور دي ريزون تكتيك انت ماشي تعرف روحك تلعب في الشامبيونز ليغ وتلعب كوب دي موند وتلعب نهار شنو كل شيء وما عندكش الريدروا وري رجوش قويين وحاضرين وجاهزين العام سبيرونس شريت افول
فول جاب تيترويت فول فهمني في تونس والبرا علاش خاطر استنى رير دروا ويلعب حتى رير غوش راهو وصل لعبوه رير غوش مي استنى رير دروا دو كاليتي فهمني وقوي تكنيكمون اوفونسيفمون سورتو سور بلون اوفونسيف الترجي هذا اللي ناقصها تو انا بن حميده ما نلومش عليه راهو كي يغلط خاطر هذاك الموجود الترجي الرياضي تو ولا طلع رير غوش من وقت شمام اتونسيون باهي مالوين كاين